بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات، أهلا وسهلا بكم. أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله راح نتعرفوا على ماذا؟ على العدد 100. كيف نحصل على العدد 100؟ ما هو العدد 100؟ مما يتكون العدد 100؟ إذا عرفنا أبنائي في درس سابق أنه هذه لدينا مجموعة من الوحدات، لا نحسب هذه الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 19. إذا أبنائي عندما تكون لدينا 10 وحدات، إذا أستبدلها بعشرة، أستطيع استبدالها بعشرة. هذه العشرة، هذا العمود هو 10 وهو 10 وحدات، 10 يعني 10 وحدات من هذو نلصقوهم يعطيونا عمود ويسمى 10. إذا أبنائي الآن عندما يكون لدي مثلا 10، هذه 10 هذه 10 هذه 10 وعشرة وعشرة وعشرة، لاحظوا كم لدي من 10، 2 3 4 5 6، هذو 6 عشرات. ومن هنا لدي 10 2 3 4. هيا يا أبنائي لنحسب هذه العشرات، كم لدينا من 10؟ لدينا 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن لدينا 10 عشرات. إذن أبنائي 10 عشرات، كيف أكتبها 10 عشرات؟ أكتبها هي 100. أحسنتم، هي 100، 100 10 عشرات تعطينا 100. إذن أبنائي لما نحسبه، لو حبينا نحسبه كم فيها من وحدة، هذو الأعمدة كم فيهم من وحدة صغيرة مثل هذه؟ سهلة بسيطة، الآن نحسبها. لاحظوا أبنائي، هنا لدي 10 وحدات، وهنا 10 وحدات يعني 20 وحدة، وهنا 30 وحدة، 40 وحدة، 50 وحدة، 60 وحدة، 70 وحدة، 80 وحدة، 90 وحدة، 100 وحدة. إذن 100 فيها 100 وحدة. هذه 100 فيها 100 وحدة مثل هذه. إذن أبنائي لاحظوا هنا جيدا ماذا لدينا؟ لدينا 1 2 3 4 5 6 7، 7 عشرات، معناها 70، معناها 70. أنا أريد أن أكمل هذه 70 إلى 100، أريد أن أحصل على 100. إذن ماذا أفعل؟ هذه 70 أضيف 10، 80 أضيف 10، 90 أضيف 10، 300. إذن كم من 10 أضفت؟ قد زدت أبنائي؟ زدت 3 عشرات. 3 عشرات كم؟ هي 30. جيد جدا أحبائي، جيد جدا، 3 عشرات هي 30. إذن لاحظوا، 70 زائد 30 تعطينا 100. نروح نعيد. لاحظوا أبنائي ماذا لدي هنا؟ لدي 1 10 2 3 4 5 عشرات. إذن 5 عشرات ما هي؟ هي 50. 50 زائد كم؟ زائد 10 10 2 3 4 5 عشرات زائد 50، هذه أيضا تساوي 100. أحسنتم. إذن لاحظوا أبنائي ماذا لدي هنا؟ لدي 10 10 2 3 4 5 6 يعني 60، ها هي 60. ولدي 7 وحدات يعني العدد هذا راهو 67. 67 أنا أريد أن أكمله للمئة. لاحظوا أبنائي، أنا مدامني عندي وحدات لازمني، وش لازمني أبنائي؟ هذه الوحدات نرجعوهم 10، هذه الوحدات أولا نرجعوهم
10. الان الوحدات هذه 7 باه نرجعها 10 كامله، واش لازم لها؟ لازم لها 3 باه تولي لي 10. اذا ها هي 3، اضعها من هنا، ها هي 3. اذا اكتب 3، راني زدت 3. اذا لاحظوا ابنائي واش ولاو عندنا، 6 عشرات وهذه 10 جديده، 7 عشرات. اذا واش ناقصنا؟ نزيدوا لهم 7 عشرات 70، 80، 90، 100. اذا ماذا اضفنا ابنائي؟ اضفنا 30. اذا ابنائي قلت انه اضفنا 30 زائد 3، لكن نبدا دائما نضيف الاحد اولا لكي نكون 10 جديده. اذا احبائي لاحظوا هذه من نوع التمارين اللي كثيرا ما تكون. عندنا العدد 100 واربط كل مجموع يعطيني العدد 100، هذا مجموع هذا مجموع هذا مجموع، أي عدد أجده يعطيني 100 أربطه بالعدد 100. لاحظوا لدي 50 زائد 50، إذن 50 زائد 50 تعطيني 100. نحسبوها، هذه 50 الأولى في راسي، 5 عشرات الأولى في راسي، وأضيف لها 5 عشرات أخرى. إذن 5 عشرات الأخرى هنا في أصابعي، 60 70 80 90 100. إذن هذه تعطيني 100. إذن أبنائي هنا لدي 60 30 زائد 60، إحنا نحسبوها، هنا 30 زائد 60 لدي 6 عشرات، نزيد لها 3 عشرات، هل تعطيني 10 عشرات؟ لا تعطيني 10 عشرات. هنا لاحظوا أبنائي كيف نحسبها، لدي 75 زائد 25، بسيطة أبنائي بسيطة، قلنا نحسبوا الأحد 9 نكونوا بهم 10، هل 5 و5 تعطيني 10؟ نعم تعطيني 10. إذا 5 و5 تعطيني 10، إذا 7 عشرات زائد 10 20، 90، زائد 10 الجديدة التي تعطيني إياها الأحد، إذا هذه أيضا تعطيني ماذا؟ تعطيني 100. 80 و10، 80 نزيد لها 10 تعطيني 90، لا تعطينا 10. 6 عشرات و4 عشرات، 60 زائد 40 هي 6 عشرات زائد 4 عشرات، إذا تعطيني 100. الآن 99 زائد 1 1، 99 زائد 1 1، 9 تاع الأحد نزيد لها 1 تاع الأحد تعطيني 10 جديدة، و9 عشرات إذا تعطيني العدد 100. إذا أبنائي في الختام أقول لكم أنه هذا هو الرمز الذي يرمز لهذا، هذه الرمز أو هذا المربع هو رمز العدد 100. هنا عندنا 1، هذا العمود الصغير 10، وهذه مربع كبير يعطينا 100 وهو يمثل لنا 10 عشرات. إلى هنا أعزائي نقول لكم نلتقي في فيديو آخر، في أمان الله.